هنروح مع حضراتكم على طول ونتابع اخر اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه مع الزميله العزيزه سادة حامد، موجوده هي حاليا في النادي الاهلي بالجزيره. سادة صباح الفل عليك، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، واكيد بصبح عليك انا هواندو وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده اكيد من 10 الصبح في الاهلي، وكالعاده طبعا هكون معاكم النهارده من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان اطلعكم على اخر واهم الاخبار طبعا لجميع الفرق الرياضيه داخل النادي الاهلي، واكيد اخبار كمان النادي الاهلي. وطبعا يعني خليني في البدايه ابتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره القدم واللي ما زالوا في فتره التوقف طبعا بسبب مشاركه منتخبنا الوطني منتخب مصر في بطوله كأس العرب واللي هتبتدي النهارده ان شاء الله، فما زالوا في فتره توقف. ولكن امبارح يعني شفنا في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، يعني الفرع شهد زياره مستر بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي لكره القدم، واللي يعني جه مخصوص لفرع النادي الاهلي بمدينه نصر عشان يشاهد مباراه النادي الاهلي والانتاج الحربي لمواليد 2006. يمكن حرص مستر بيتسو ان هو يجي ويتفرج طبعا على المواهب وجميع اللاعبين اللي موجودين في يعني صفوف الفريق. ويمكن بعد المباراة يعني عمل زي وعقد محاضرة فنية مع جميع اللاعبين وأشاد فيها يعني بأدائهم الجيد، وإنه يعني كل اللاعبين قدموا أداء جيد من خلاله قدروا إن هم يعني يحرزوا 4 أهداف مقابل هدف واحد لنادي الإنتاج الحربي. كمان يمكن في خلال المحاضرة دي أكد لجميع اللاعبين إنه أي حد يعني إن شاء الله هيقدم أداء مميز وأداء جيد الفترة القادمة يعني هيكون ليه فرصة مميزة وأكيد دور مع الفريق الاول الفتره القادمه. يمكن قال يعني في المحاضره انه الموسم الماضي كان يعني في 3 لاعبين في الصفوف زي مصطفى شوبير، محمد شكري، محمد فخري، واللي كان ليهم دور طبعا مع الفريق الاول. ويعني حاليا في الموسم الحالي مع الفريق يعني في حمزه علاء، احمد عبد القادر، عمار حمدي، احمد نبيل كوكا، كمان زياد طارق. يعني قال يعني في المحاضره دي اكد لكل اللاعبين ان كل الاسامي دي موجوده في الصفوف لان هم قدموا اداء مميز الفتره الماضيه، فاي حد يعني هيقدم مستوى مميز هيكون ليه فرصه مميزه مع الفريق الاول خلال الفتره القادمه. ده بالنسبه لاخبار الفريق الاول لكره القدم وطبعا زياره مستر بيتسو لفرع النادي الاهلي بمدينه نصر. خليني بقى انتقل واروح لجميع الالعاب الاخرى، وهبتدي معاكم باخبار الفريق الأول لكرة السلة رجال طبعا تحت قيادة مستر أجاستي بوش المدير الفني الأسباني لفريق النادي الأهلي، واللي قدروا امبارح يعني لاعبي النادي الأهلي ان هم يحققوا الفوز على نادي القناة بنتيجة 80-69 في تاني مباراة ليهم في البست اوف 3. ويعني دي بتكون المرحلة دور ال 16 بتكون قبل يعني الصعود للدوري السوبر. يمكن رجال كرة السلة قدروا ان هم يحققوا النتيجة ايجابية في اول مباراة وثاني مباراة، ضمنوا مباريتين من اصل 3 مباريات، فيعني بشكل رسمي امبارح بعد الفوز قدروا ان هم يحجزوا مكانهم ضمن ال8 فرق اللي ان شاء الله هيكونوا موجودين الموسم ده في دوري السوبر. يمكن كمان بعد يعني المباراة امس قرر مستر اجاستي انه يريح اللاعبين لمدة 3 ايام، وبعد 3 ايام ان شاء الله هيعودوا يستأنفوا مرة اخرى تدريباتهم داخل مقر النادي عشان يستعدوا طبعا لجميع المباريات اللي هيتم تحديدها من قبل الاتحاد المصري لكرة السلة بكرة ان شاء الله. ويعني دي هتكون طبعا المباريات في بطولة دوري السوبر لكرة السلة رجال. كمان سيدات السلة يعني بعد ما حققوا التاني بطولة ليهم الموسم ده طبعا بطولة دوري المرتبط على حساب نادي سبورتينج النهاردة، أو ما زالوا يعني في راحة سلبية النهاردة، وإن شاء الله يعني هيرجعوا يستأنفوا تدريباتهم بكرة إن شاء الله في تمام الساعة 8 مساء على صالة الشهداء داخل مقر النادي عشان عندهم مباراة مهمة جدا يوم السبت المقبل ان شاء الله، يعني هيواجهوا فيها الفائز من مباراة النهاردة سواء نادي الطيران او نادي الغابة، والمباراة دي هتكون يوم السبت المقبل ان شاء الله في تمام الساعة 6 مساء على صالة الشهداء. استكمالا لجميع اخبار الفرق الرياضيه، كمان خليني اقول لك يا كريم واقول لك طبعا يا نهاوند انه كمان يعني رجال اليد تحت قياده الكابتن طارق محروس امبارح حققوا الفوز على نادي الشمس بنتيجه 32-24 ضمن منافسات دوري المحترفين، والنهارده ان شاء الله هيكونوا في راحه سلبيه. ده بالنسبه لجميع اللاعبين في الفريق، بالنسبه للاعبين اللي هينضموا ان شاء الله النهارده للمعسكر لمنتخبنا الوطني من النهارده لحد يوم 14/12 الشهر القادم ان شاء الله. يعني النهارده اللاعبين هينضموا بدون راحه في يعني المعسكر هيكون في المركز الاولمبي بالمعادي، وده هيكون معسكر استعدادا للمشاركه في بطوله افريقيا في شهر يناير القادم في دوله المغرب.
كمان يعني بعد المعسكر وبعد يوم 14/12 هيكون اول مباراه للنادي الاهلي ان شاء الله في دور ال 16 من بطوله كاس مصر، وهتكون امام نادي سموحه في تمام الساعه 4 عصرا على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. كمان سيدات اليد النهارده ان شاء الله عندهم مباراه مهمه ضمن منافسات بطوله الدوري مع نادي الاتحاد الشرطه في تمام الساعه 6 مساء، ورجال الطايره امبارح كان عندهم مباراه وديه مع نادي سموحه وانتهت بفوز النادي الاهلي بعد اداء قوي بثلاث اشواط مقابل شوط لنادي سموحه، وده كان ضمن يعني استعدادات فريقنا الاول للخوض الموسم الجديد ان شاء الله. كمان النهارده يعني سيدات الطايره وطبعا معاهم كابتن حمدي الصافي وجميع جهازه الفني عندهم النهارده مباراه وديه في تمام الساعه 5 مساء، ولكن هتكون مع يعني فريق نادي الاهلي لكره الطايره 18 سنه. يعني دي كلها نهاوندو كريم استعدادات يعني لخوض الموسم الجديد، وطبعا جميع المباريات والفتره المقبله سواء يعني في بطوله الدوري، بطوله كاس مصر، او اي طبعا بطوله هيشارك فيها لنادي الاهلي. يمكن دي كانت نهاوندو كريم كانت كل اخبارنا النهارده بالنسبه لجميع الفرق الرياضيه، وطبعا زياره مستر بيتسو موسيماني لفرع نادي الاهلي بمدينه نصر امس. يعني طبعا انا معاكم لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو. الكلمه ليك طبعا يا كريم، تفضل. كل الشكر زميلتنا العزيزه سالا حامد على هذه التغطيه المتميزه.